الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائنا المشاهدين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين النصيحة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والرعية الكبرى لهم في الأسرة هم الأولاد. تربية صالحة مبنية على الحب والاحترام والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعة التربية اختلفت، البعض يخلط ما بين الرعاية والتربية. الأب والأم تقع عليهم عدة مسؤوليات، منها ما رتبها القانون، ومنها ما رتبها الدين، ومنها ما رتبها المجتمع. في هذا الموضوع على أي أب أن يقوم بتربية ابنائه أولا على المبادئ والقيم. عاتق التربية يتعلق 80-90% مثل ما قلنا على الأم والأب. إذا كان التوجيه صحيح من قبل الأم والأب راح تكون العائلة ناجحة، أما إذا أصبح إهمال من داخل الأسرة للأولاد راح تكون عائلة فاشلة.